أنا أعجبني كثيرا الموضوع الذي قمت بطرحه أمس عن صدقة العاطفة، نعم وأنت تطرح مواضيع مهمة جدا في التربية. نعم كم أعجبني حديثك السابق في أكثر من فيديو عن ماهية الحب. نعم الآن سأطرح موضوعي من الناحية الشرعية. نعم أنا مطلقة ولدي ابن عنده 8 سنوات وابنة 11 سنة. أنت مطلقة وعندك ولد 8 سنوات وابنة 11 سنة. إيه 11 سنة. طليقي لا يصرف على أبنائه ولا يدفع نفقة، وعندما تتواصل معه ابنتي وتطلب منه شيء يوبخها فتحزن لأنه كاف المعاملة معها ومع أخوها، وفي السابق قبل الطلاق كان يضربهم. زين. فلما يطالب طليقي بالزيارة وأنه يشوف الأبناء من غير وجودي ما يرضوا، فأنا حاولت التواصل معاه بحيث أكون متواجدة معاهم وقت الزيارة لكنه رفض. زين. تحدثت مع أبنائي بحيث أقنعهم يشوفوه بدوني لكنه رفض. نعم. هم رفضوا أصلا. إيه عيالك؟ أولادي رفضوا. زين. لأنه دائم التهديد إنه ياخدهم ويسافر لأنه من بلد آخر. زين وين السؤال؟ السؤال على من يقع الذنب الآن؟ طالما يعني أنت لا يقع الذنب على الأبناء إذا 11 سنة وكذا، فيقع هم بالغين؟ لا. شوف الأصل أن لا يحرم الابن والده عن رؤيته، هم ليسوا بالغين فالقلم عنهم مرفوع، لكن أنت الآن ملك مناط التربية، بمعنى أنت عندك جواز سفر؟ جوازات سفرهم مع والدهم. هذه مشكلة. هو من الجنسية الأردنية. وأنا مصري. معقول يسوها؟ يهرب بعياله للأردن؟ ما أتوقع. أيوة لأنه دائم التهديد. والله شوف رجال حنا اللي يهدد لا تخافي منه، اللي يقول لك بتزوج عليك باخذ عيالك، لا هذا لا تخافي منه، هذا حطي ايدك ورجلك في مي بارده. الصوت الرجال الظاهره صوتيه بس لوك هذا لا تخافي منه. لكن انا الان بنصحك نصيحه، ربي عيالك وعلميهم لانك انت المناطه بهذا الامر، يعني لا تعين عيالك على اثم، لانه الاثم يعود عليك. علمتي؟ ايوه. فانت لازم تعلمين عيالك لا هذا والدكم لازم تصيرون، واذا اخذكم المطار بلغوا الشرطه. ما في مطار فوضى، يمسك في عسكري ويقول ابوي سرقنا خطفنا، العسكري بيحول للتحقيق. ان شاء الله.